Audio Jungle. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله غادي نكونوا في كيفاش تريشارجي ويندوز 10 هو أي ويندوز كنتي بغيتي وتحصل على ويندوز أصلي. نبداو إن شاء الله. الرابط غادي نخلي لكم في الديسكريبشن. شو جوجل كروم نوريكم هاي الطريقة كيفاش انا هو عندي هنايا نوريكم الطريقة كيفاش تشارجي ويندوز 10 ولا اي ويندوز 7 اللي بغيتو. المهم نمشيو لهنا عندك هاد مورتول غادي نكليكو عليها ديفلوبورتور. الطريقه هي كالاتي نمشيو لا ثلاثه نقاطات مورتول نيتوار كونديسيون دي بلوكو ليها هادي نحيدو هاد سيليكس اوتوماتيك نمشيو نديرو اندرويد هادي دابا فين عاد نديرو اكتيلي هي دازت تسناو شوية المهم الويندوز راه اصلي وغادي نوريكم حتى الطريقة كيفاش تاكتيفيو الاكتيفاتور ديال ويندوز 10 بالكي. هاد الطريقة نشوف شوفوا دابا الطريقة في الأول ما سجلتش الطريقة كما كنتو تطلع دوك تغييرات الصفحة. المهم نمشيو لهنا نختارو الويندوز آخر ويندوز اخر فيرزيون 10 اكتوبر 2020 الكونفيرميو اختاروا اللغه اللي بغيتي انا درتو بالفرنسي المره غادي نديرو باللونجلي او انجلش تصدر شويه انا وريكم الخطوات خطوه خطوه. المهم بنات تختاروا اللي عندو الويندوز 64 ولا 32 يمكنك تشارجيهم بجوج. المهم اللي بغا 32 يدير 32. انا راه بتشارجي الويندوز 10 سهلا من رجعنا لكم خوتي من بعد ما تم التحميل تيتم التحميل ديال الويندوز هو هذا الويندوز والطريقه دابا ندير لكم فيديو اخر على الطريقه كيفاش تحطوا الويندوز في كلي يو اس بي باش تفورماطيو كلي يو اس بي بالبي سي ديالكم. المهم هو هذا الطريقه ان شاء الله تكون في الفيديو ديال كيفاش ديروه في كلي يو اس بي وكيفاش تفورماطي البي سي. المهم نوريكم دابا الطريقه من بعد
الطريقة ديال تأكتيفي الويندوز. شوفو ديال وريكم من بعد ما تفورماطو البيسي ديالكم ضروري تجي ديك المرحلة ديال خصك تاكتيفي الويندوز ديالك. الاخوان رجعنا باش نوريكم الطريقه ديال كيفاش تاكتيفي الكلي اكتيفي ويندوز 10 ولا اي ويندوز. وما الطريقه اللي كتطبق على اي ويندوز كما قلت لكم بانها هو الويندوز. من بعد تتفورماطي وتجي المرحله ديال الويندوز تتهز مثلا الكي الحزب الويندوز اللي اختاريتيه هوم برو. المهم تختار ويندو كي ومخصك تتبع واحد الخطوات شو الخطوات طب طب. المهم المرحلة الأولى كما قلت لكم شوف بارامتر اكتيفيشن المهم تدير اجوتي هنايا الكلي تتحط الكلي بحال هكا وانا راه ديجا ماكتيفي. المهم المرحلة الثانية هي تتمشي تدير هاد اكزيكوتي موراها تتكتب سي ام دي تعطيك هاد الامر هذا هاد الامر هذا موراه تتمشي تتكوبي هاد اللينك هذا بحال هكا تتهنا وتتهز داك الكي هاديك الكي اللي هزينا في الاول هو اللي تتعاود تتحط اسباس الكي اللي هزينا في الاول. راكم مازال عاقلين راه درنا كوبي لواحد الكي هو هذا بحال هكا كوبي كولي تبرك على اونتر تبرك على اوكي. المرحلة الثانية درنا اوكي المرحلة الثانية تتهز هاد الجملة وتدير لها كوبي تتمشي لهنا تدير لها كولي تبرك لها اوكي اونتخ تعطيك اوكي وراها تتبقى هاد المرحلة تدير لها كوبي تتمشي هنا تدير لها كولي اونتخي. انا ماشي في المراحل راه ماشي مزيان راه عطا اوكي.
مورا تتمشي يو تشيك دي اكتيفاشن اجين، تتمشي تشوف الاكتيفاشن صافي، تتلقى بان الويندوز ديالك راه تنحيدو هذا الجو ويندوز اي اكتيفي، الويندوز ديالك راه تيكون مع اكتيفي. الويندوز تاكتيف عليك بلا ما تبقى تحماق على الكاي ولا المهم. الروابط كاملة غادي نخليهم لكم في الديسكريبشن، وما تنساوش تدعمونا، وان شاء الله غادي نحط لكم فيديو جديد ديال كيفاش تحرك، كيفاش تحط الويندوز في الكليب باش تفورماطي، وشكرا.